والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين. فرصة سعيدة أن نلتقي جميعا قيادة لجنة الاعتصام في هذا اليوم المبارك لمراجعة ومناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة المحلية في المحافظة واليمن وما يدور أيضا من دول العدوان في هذا الفترة. أنتم متابعين كل ما يدور، والإعلام السعودي للأسف الشديد كل فترة ينتهج سياسة جديدة وغير التهديد والوعيد بالقصف وبالقتل والإماراتيين أيضا أخبث من السعوديين، وفي تطورات بنقولها لاحقا فيما يخص الإمارات في جزيرة سقطرى. هذا كله اللي يحصل في هذا الفترة الأخيرة. نحن الحرب مستمر علينا، الحرب مستمر علينا في اليمن بشكل عام، حد بالرصاص والقذائف والقتل، وحد أيضا بالإعلام. لكن اللي طغى على هذا كله هو التجويع، حرب تجويع. يعني دول العدوان واللي تدعمها نجحت وانتصرت في تجويع الشعب اليمني. وهذه مصيبة. الناس الآن أكثر الأسر في اليمن ما تحصل إلا وجبة أو وجبتين اللي يقعد عنده يعني إمكانيات. وطلبة المدارس أيضا في حالة يرثالها، لأنه الآباء ما استطاعوا أن يمدوا أطفالهم بالحبة روتي أو بخلاص شاهي أثناء والمهم أنه السعودية في الجانب الاقتصادي فعلا انتصرت ونجحت، أما في الجانب السياسي والجانب العسكري نحن في الجانب السياسي، وفي الحرب اللي بيننا والسعودية الأحرار استطاعوا أن يهزم السعودية بالعمل السلمي، بالمظاهرات، بالإعلام، بتوضيح للرأي العام ما يدور، وضحينا. فالسعودية الآن يعني وكأنها تعيش أزمة، لأنه في معلومات تقول إن يعني حرب على اليمن لأجل أهداف استراتيجية للسعودية مستقبلا والإمارات، ومن أهم هذه الأهداف هو تمرير البيب بدون اتفاقية مع الحكومة اليمنية، وبالتالي المهرة أحرار المهرة أفشلوا هذا المخطط، وهي الآن ترى أنها انهزمت على هؤلاء الناس اللي هي تضع في ذهنها ان هؤلاء الناس يعني كالحيوان ما حد بيقولها. لا، انا اريد اوضح لكم بعض الاشياء. الحرب علينا من السعوديه مش من اليوم، من زمان. في 69 الى هذه الساعه اكثر من 8 شركات عالمية تأتي إلى المهرة وإلى اليمن، وهي تعمل على ترحيلها وعطاها كل ما تخسر بعد ما تحصل على الوثائق، إنه بعد المسح الشركة تقوم بالمسح وبعدين تفاوضوا معها تقول له خلاص أنت رحلي من هنا وأنا أعطيك الشيك مفتوح، اللي تخسروش اللي هو روحه من هنا، لأنه في خلاف بيننا وبين هذا
هؤلاء الناس والأرض السعودية. أنا أذكر شركة الشركة بان أمريكان اللي في ثوب في ترفات ما أذكرها، لكن هذه معلومات مؤكدة. الشركة الروسية حضرت عليها، شركة أجيب الإيطالية حضرت عليها، شركة بان بترو كندا في حات حضرت عليها، شركة سي سي جي الفرنسية حضرت عليها، شركة النمر حضرت عليها، وكل هذه الشركات السعودية اللي أغنعتها بعدم الاستمرار في استخراج الثروة. ليش؟ لأن هم قالوا هذول المهرة واليمنيين بشكل عام أدعوهم. أنا السعودي اللي حق عمل لي بيت فيلا وأدرس ابني في الخارج وتكون هناك طفرة اقتصادية، نهضة اقتصادية وشوارع وفرص عمل، أما هذول لا خلوهم. ليش؟ لأن السعودية تريد تمرر مشروعها الاستراتيجي، تريد ما عندها منفذ على البحر العربي، فتريد خاصة هذه المحافظة أن تكون بمثابة المنفذ إلى البحر العربي. فإذا كان طلع بترول عندنا الناس بيقولوا لا السعودية، وبالتالي هي عملت كل ما تستطيع وخسرت مليارات الدولارات من أجل ترحيل أي شركة تأتي لهنا. فهذه حرب لا تقل أهمية عن حرب بالسلاح وبالطائرات. وفعلا نحن اللي حصلنا وكلكم تدركون، لما المواطن المهري جاء قالت لهم تعالوا أنا أعطيكم جنسيات عندي تعالوا، فراحوا أصحابنا وحبوا على بطونهم في مكاتب السعودية، واللي حصل لهم من أذلال كل الناس يعرفوه. وهذه الأيام تسمعون ما يدور في الإعلام قضية البيب. طيب قضية البيب هي السعودية تفهم أنه ما يحق للمهرة أن يوقع اتفاقية مع السعودية، وهي ما تريد توقع مع أحد، هي تريد تسرق البيب. وبالتالي الناس قالوا لها لا ما يمكن وتوقف البيب. الحين تروج أنه المعتصمين حولوا البيب إلى عمان وحرموا المحافظة. هي تفهم هذا الكلام كذب لكن هي تتعامل مع المواطن المهري واليمني كحيوان يتقبل أي شيء. يعني والله هذا استهتار في حق اليمنيين وفي حق صح ولا لا؟ هي نعم المهرة منهم، أولا السلطة ما في سلطة، هي ولو تريد يعني البيبي مر في المهرة كان من أول عليها أن تتخذ كثير إجراءات، تقول إن المهرة وسقوطها السلطنة وحدهم وتدعم هذا من زمان أمام الأمم المتحدة حتى أن تصبح المهرة دولة ذات سيادة، وبعدين ممكن تتفاوض مع المهرة. أما ذي الحين المهر يمثل وإيش؟ اتفاقية ما يمكن قانونيا إلا مع الدولة اليمنية اللي ذي نحن جزء منها. بس هي تتعامل دائما مع الشعب اليمني، يعني ناس بتعالي وأنه الناس بيتقبلوا مني هذه، لأني مش قادرة أن تضرب بيد من حديد في المهرة، ما تستطيع. ونحن يومياً يجينا تهديد أن السعودية بتستهدف علي سالم الحريزي وبتستهدف المعسكرات، فلتستهدف. لكن اللي معسكراته داخل المطار وداخل ما يستهدف، لأنه وعندها معلومات أنه لو قتل علي سالم خلاص. يعني دائماً السعودية تحليلاتها مش صحيحة، دائما تحليلاتها تفشل وقصف المعسكرات. نحن بالحقيقة ما عندنا معسكرات كبيرة، عندنا يعني أفراد مقاتلين من مختلف القبائل، لأن السعودية أخرجت الجيش اليمني عن الجاهزية، قطعت المرتبات عليهم، شلت السلاح،
اللي رمتها البحري والإمارات والباقة تشله في جبهات القتال. طيب نحن بكرة لما نريد، لما جينا حرامي، جينا سارق، جينا إرهابي، جينا عدو يشتي يقتلنا، يشتي يتك أعراضنا، نقاتلهم من؟ فلا بد علينا أن نعمل بما نستطيع حتى بحد أدنى، ندرب أولادنا وندرب أخواننا ورجالنا على السلاح، السلاح موجود من شان ندافع عن أنفسنا، لأنه التحالف خلق لا دولة في اليمن، أفشل الدولة. السعوديين والإماراتيين أفشلوا الدولة، ما في مؤسسات الآن، مؤسسات أمنية شكلية، وجيش أصبح بدون سلاح بدون مرتبات. يعني فالسعودية ليش تعملوا هكذا؟ لا 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 تعملوا هذا، هذا غلط. ممنوع تدربوا على السلاح، ممنوع تكون عندكم سلاح، ممنوع تدافعوا عن أنفسكم. نحن نقول لا، لازم ندرب، نتدرب كلنا، نتدرب ونتسلح للدفاع عن أنفسنا، وهذا مش عيب، ونقولها علنا. والسعودية إذا لم تسحب، وبريطانيا إذا لم تسحب من المهرب، نقاتلهم لعد يهددونا ولا حاجة، بلاش، هذا كله ما يمشي. السعودية والإمارات والبريطانيين والأمريكان ما لم ينسحبوا من أراضينا سنقاتلهم، ونكرر وندعوهم للخروج من أراضينا. أما قضية أن السعودية تستهدف علي سالم أو معسكر تقتل، ما عندنا مشكلة. علي سالم عشرات مئات الرجال مثل علي سالم وحسين منه، لا تقول سعودي والله بقتل واحد، ولا إذا قتلت خمسة مقاتلين في معسكر معسكرات الأحرار إنه الناس ما تهرب، بالعكس. وهذه حملة إعلامية همجية مثل ما تصرفت السعودية. نحن بالحقيقة استفدنا، عرفنا بعض، يعني من أول ما كنا ندرك إن الدول عندها غرور إلى هذا الحد، عندها حب في قتل الناس إلى هذا الحد، عندها في تجويع الناس، في قتل الناس. إلا الآن، الآن عرفنا من هي الدولة، تسمع عن الدولة ولكن من داخل ما في دولة، عصابات. فهذه الحرب علمتنا الكثير، وعرفنا اللي ما كنا نعرفه من أول. وعلينا نؤكد لكم إن الأمور مستمرة، نشاطنا مستمر، نضالنا مستمر ضد الاحتلال بكافة أشكاله، وسيستمر نضالنا هذا وبكافة الوسائل السلمية والغير السلمية حتى يتحرر الوطن بإذن الله. يجب أن يعلم القاصي والداني إنه الهدف، وكل ما تحدونا وكل ما هددونا كل ما زادت معنويتنا وكل ما زادت صلابتنا أكثر. فيما يخص الدعاية إنه علي سالم راح صنعاء، بالحقيقة أنا أعتبر صنعاء عاصمتي، عاصمة اليمن، ومش من العيب إني أروح صنعاء، مع إني ما رحت صنعاء، لكن إذا رحت صنعاء ما رحت تل أبيب، إذا رحت صنعاء ما رحت تل أبيب، لكن أنا ما رحت صنعاء، وأتمنى في القريب العاجل إنه نزور صنعاء بغض النظر من يحكمها، هذا الحزب أو ذاك، أتفق معه واختلف معه، لكن عاصمتي هذا. فهذا الكلام كله اللي يقوله هذا الحملة، هذه مضحكة مهزلة. لو رحت إلى تل أبيب بيقولوا هذا الشيخ اللي ما في مثله، وصحيح نعم، فهذول الناس ما عاد شي حياة فيهم، خلاص الاستحياء راح يعني. وبالتالي أنا أريدكم كلكم تكونوا معنوياتكم عالية، أي تحدى نقابلها بالتحدي. نحن اليوم أصبحنا نتحدى دول، وعرفنا سياسة الدول وعرفنا نتعامل معهم، ما في إمكانية أنه يوم من الأيام تهديد من محتل، من عدو، يرغم من أنه ننحي أو نتنازل،
لا تنازل لا استسلام، نخطى بثبات، نتسلح بالثقافة بالدين بالسلاح، ونحن في أرضنا ما نريد نعتدي على أحد، لكن نحمي أنفسنا ونحمي أراضينا، ما عندنا مشكلة. فقضية الدعاية اللي يقولون على سال راح إلى صنعاء، هم باليوم يرسلوا لي 5 6 جواسيس وأنا أعرفهم يومين، يمروا عندي دوام ليل ونهار يعرفوني أنا في موجود في المهرة، ما رحت إلى صنعاء بس من شان يشرعوا ربما لشرعيتي اللي هناك عندهم أنه هذا الرجل لازم قتله لأنه عدو أصبح. احنا مستعدين إذا كان موتنا أو قتلنا من أجل كرامتنا فنرحب بالموت، ما عندنا مشكلة. والله العظيم كل ما أقوله أنه صح، لا يمكن أن نستسلم ولا نتنازل، وكل ما هددونا يعني كل ما زادت شجاعتنا وكل ما زاد تحدينا، ما عندنا تراجع ولا شيء. فاطمئنوا. نعم، فهم حمل إعلامية أول التهريب، وبعدين تهريب سلاح، تهريب المخدرات، القرصنة، وبعدين دخلوا في الأرهاب، اعتقلنا داعش، اعتقلنا القاعدة، بعدين كل هذا فشل. احنا ابناء المهرة، جزء لا يتجزأ من لمن، لكن احنا لنا خصوصيتنا، واحنا المهرة غالية علينا وخط احمر امنها واستقرارها. المهرة الكبرى لنا الام الحنون، دانه جميله في نظر كل العيون، نبض الشرايين وفي وسط الجفون، مغرم عاشقها الى حد الجنون. احنا بالنسبة لنا خارج الصراعات كنا، وملاذ آمن لكل البشر ولكل اليمنيين، ولا عندنا تفرقة ولا عندنا عنصرية، ولكن في الوضع الاستثنائي هذا اختلط الحابل بالنابل. فلذا احنا ابناء المهرة تحز في انفسنا الشيء اللي يحدث في اليمن، احنا قلوبنا على اليمن الكبير وخصوصيتنا في المهرة، لانه احنا بالنسبه لنا ناس مسالمين ونحب السلام. فلهذا انا ومن هذا المنبر اوجه كلمه لكل اليمنيين، احنا نرمي حمولنا على الاخرين، ولكن لو احنا سدينا في ما بين تلبين اليمن كبير ويستوعب الجميع وما حد يرفض حد، فوصلنا الى هذه الدرجه حرب يعني عبثية أحرقت الأخضر واليابس، ومن المستفيد من هذا؟ جعنا وتعبنا وتشردنا وتدخلت في كل مفاصلنا دول خارجية. فلهذا احنا لازم نوقف وقفة جادة من أجل الأمن والاستقرار. فعندنا المهرة خط أحمر، نختلف في وجهات النظر ولكن نحترم بعضنا، لكن لما نوصل إلى أمن واستقرار البلاد فإحنا المفروض نكون يد واحدة. فإحنا بالنسبة لنا كمهرة وشؤوننا الداخلية المفروض ما حد يدخل فيها، اللي هم ما عندنا في المحافظة أهلنا وأخواننا، لكن فيجب كل واحد أن يحترم نفسه ويوقف عند حده، ولا يعبثوا بالمهرة، ولن نرضى أن تكون المهرة ساحة تصفية حسابات. فإحنا بالنسبة لنا يجونا ناس دخلاء ويعبثوا في أمننا واستقرارنا، فإحنا مسالمين ونحب السلام، لكن سوف ندافع عن بلادنا بكل الوسائل، ولن نتركها لقمة صائغة لأي كان. والسياسة في لها أشياء وأحوال، لكن يعني مش من المفروض أن الناس يستخدموا السياسة حتى في المساجد وشن
وكذلك يعني أشياء وأحوال لأغراض حزبية أو لأغراض جديدة. فإحنا بالنسبة لنا كمهرة مستعدين ندفع الغالي والنفيس من أجل حماية بلادنا، وإحنا مع السلطة المحلية، وإحنا مع البناء، وإحنا مش أدوات هدم، إحنا أدوات بناء، لكن ما نرضى بالإهانة أو الإساءة إلى رموزنا، فإحنا نعرف أنفسنا وسوف نوقف وقفة رجل واحد وجادة، وسنكون الصخرة الصماء التي تحطم عليها جميع الدسائس والمامورات. هذا والسلام.